الآن في موضوع مهم، وهو ملكوت السماوات لا تدخله وحدك. ملكوت السماوات ايه؟ لا تدخله وحدك. ليه لا تدخله وحدك؟ لان من يحب الله يرشد الناس اليه، ومن يحب ملكوت الله يفتحه لكل الناس، ومن يحب الناس يسعى إلى خلاصهم بكل قوته. إذن واجب علينا كل واحد على قدر طاقته أن يدخل الملكوت من يستطيع إدخالهم فيه، لكن يبقى لوحده كده واخد جانب سلبي لا يعمل من أجل الملكوت، ده أمر مش مظبوط. المرأة السامرية لما عرفت المسيح ذهبت إلى أهل إلى أهل بلدتها كلها وقالت تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يعني لم تكتفي بأنها عرفته، أرادت أن جميع الناس يعرفوه. ونلاحظ لما نقرأ في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا إن ده اللي حصل مع التلاميذ. أندراوس قابل المسيح وعرف، فلما عرف المسيح كلم أخاه سمعان اللي هو سمعان بطرس وقال له قد وجدنا المسيح الذي تفسيره المسيح. وفي لبس برضو لما عرف المسيح وجد نثانائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى والأنبياء. فما فيش حد اقتصر بمعرفة الرب وحده، بيبحث عن كيف ينقل معرفة الله للآخرين. ليديا بائعة الأرجوان لما فتح الله قلبها اعتمدت هي وأهل بيتها، يعني مش هي لوحدها اعتمدت، جابت أهل البيت كلهم اعتمدوا معاها. وهكذا سجان في لبي لما اتصل ببولس وسيلة ورأى خروجهم من السجن إلى آخره أخذهما إلى بيته واعتمد هو وكل الذين له أجمعوا. يعني ما كانش لوحده، دي بتيجي هي وأهل بيتها وده بيجي بأهل بيته، ما يخشش لوحده. وشاول الطرسوسي لما عرف المسيح، طبعا بشر في حتت كتير هنتكلم عليها بعدين، ولكن أيضا كان له تلاميذ يعملون معه، لوقا وتيموثاوس وأرسترخس وتيتوس وأنسيموس، ناس كتير ما كانش لوحده. الرسل صاروا صيادي الناس وشباكهم جمعت من كل نوع من البشر. مرقس الرسول لما جه لم يكتفي بأن يجذب إليه أنيانوس، وإنما ملى الدنيا كلها تبشير بالمسيحية.
حتى في العهد القديم كان موسى ومعه واحد تاني تلميذه يشوع غير عمله وسط الشعب كله، وإيليا غير تبشيره العام كان هو ومعه تلميذه أليشع. حتى يونان الهارب من الله لم يدخل الملكوت وحده، وإنما دخل معه كل شعب نينوى الذين تابوا بمناداته، حتى الذين كانوا في أرض السب، دانيال والثلاث فتية، استطاعوا أنهم يجعلون ملوك الفرس يمجدون الله ويعلنون أنه لا يوجد إله غيره، فكان لهم تأثير حتى على الملوك، فلم يدخلوا الملكوت وحدهم هؤلاء. يوحنا المعمدان لم يدخل الملكوت وحده، دخل معه كل الذين تابوا على يديه واعتمدوا معترفين بخطاياهم. داود لم يدخل الملكوت وحده، وإنما هو يدخل ومعه كل الذين يصلون بمزاميره ويستفيدون منه. إبراهيم أب الآباء أيضا لم يدخل الملكوت وحده، وإنما كل الذين آمنوا بإيمان إبراهيم، زي ما قال المسيح إن اليهود بيدعوا أنهم أولاد إبراهيم لكن ما يؤمنوا به، ما بيؤمنوش به، لكن الذين لهم إيمان إبراهيم هؤلاء هم أبناء إبراهيم كما قال الكتاب المقدس. دبورة النبية لا تدخل السماء وحدها، إنما يدخل معها باراق القائد، وطابيس لا تدخل الملكوت وحدها، إنما يدخل معها جميع الأرامل الذين عالتهم. في محيط الخدمة نجد بولس الرسول يقول إيه؟ ما هو مش عايز يخش الملكوت وحده، بيقول صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهود، ولليوناني كيوناني لكي أربح اليونان، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس. صرت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. ده الإنسان اللي فاهم الكتاب، بل إنه يقول أكثر من هذا، وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. يعني إلى هذه الدرجة. فدول ناس كانوا يهمهم أنهم ما يخشوش الملكوت وحدهم. تلميذ تيموثاوس كان يعظ في وقت مناسب ووقت غير مناسب، يعظ ويبشر ويوبخ وينتهر، لابد يسلك في التعليم من أجل الناس. استفانوس لم يدخل الملكوت وحده، وإنما دخلت معه جماهير تأثرت بوعظه. كل المخلصين من الآباء الأساقفة والقساوسة والشمامسة والخدام لا يدخلون ملكوت السموات وحدهم، بل لا بد أن يدخل معهم الذين ينتفعون برعايتهم وعلى قدر إمكانهم. أبطال الإيمان أثناسيوس كيرلس
ساويرس، لم يدخل واحد منهم الملكوت وحده، إنما دخل معه آلاف الناس. الملكة هيلانة تأثيرها على غيرها وبناؤها للكنائس لم تدخل وحدها. حتى الشهداء لم يدخلوا الملكوت وحدهم، إنما دخلوا ومعهم الذين تأثروا بشجاعتهم وتأثروا بإيمانهم وتأثروا بمعجزات حدثت لهم أو منهم. دول ما دخلوش لوحدهم. حتى الرهبان، الرهبان اللي بنقول تركوا العالم وتركوا الخدمة والحاجات دي، أيضا لم يدخلوا وحدهم. أنطونيوس أب الرهبان يدخل الملكوت ومعه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من أبنائه وتلاميذه، فلا يدخل وحده، بل يدخل أيضا ومعه تلاميذه الذين اتصلوا به مباشرة، مثل بولس البسيط ومثل إيلاريون الذي نشر الرهبنة في سوريا، وأوكين الذي نشر الرهبنة في العراق، وببنودة الذي نشر الرهبنة في منطقة الفيوم، وكتب له القديس أنطونيوس رسالته العشرين. تدرس تلميذ بخمنيوس كان له عمل جبار وهو راهب داخل الدير. يوحنا القصير قيل عنه ان الاسقيط كله كان متعلق باصبعه، كانت ليه تأثيرات على الناس المحيطين به، فلم يدخل الملكوت وحده. ايضا القديس إيسوزوروس لم يدخل وحده، بل قيل عنه في البستان ان اي انسان كان الاباء يزهقوا منه ويطردوه كان هو يجذبه اليه ويطيل باله عليه ويصبر لغاية لما يتوبه. موسى الاسود ايضا. القديس ماري أغريس لم يدخل للملكوت وحده، إنما ومعه الذين استفادوا من رؤوس المعرفة التي كتبها. يوحنا الأسيوطي أيضا لم يدخل للملكوت وحده، وإنما معه الذين استفادوا من كتاباته. بلاديوس اللي كتب بستان الرهبان إلى آخره، كل دول رهبان لم يدخلوا وحدهم. والباقيين ايضا اللي ما كانوش من القادة كانت سيرتهم الحلوة تخلي الناس يدخلوا الملكوت. الرهبان لم يكتبوا عن انفسهم، ولكن كتب عنهم الذين زاروا الأديرة من السواح. وسيرة هؤلاء الرهبان كان لها تأثير. ما هو مش ضروري ان الواحد يوعظ وعظة مباشرة، لكن سيرته ممكن تدخل ناس للملكوت، ونقول برضو ما دخلش وحده، دخل معاه ناس. ده أرسنيوس القديس، أرسنيوس اللي كان مشهور بالصمت، لم يدخل الملكوت وحده، إنما دخل معه الذين انتفعوا بسكوته، والذين انتفعوا بصمته، والذين انتفعوا بسيرته وتوحده. في ناس جايز ما يبانش إنهم قادوا أشخاص للملكوت، لكن في ناس
بيدخلوا الملكوت بسببهم، بسببهم. القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان يفتح ديره كل يوم أحد ليدخل حوالي 10,000 من المناطق المحيطة لسماع ذاته، فلم يدخل وحده إلى الملكوت. صدقوني، حتى السواح الذين عاشوا عشرات السنوات لا يرون وجه إنسان، هؤلاء لم يدخلوا وحدهم، إنما دخل معهم كل الذين انتفعوا بسيرتهم وانتفعوا بوحدتهم وبموتهم الكامل عن العالم، بدليل واحد زي الأنبا بولا: لا يزال الكثيرون ينتفعون به وبسيرته، لدرجة ان احنا بنرسم أسقفة باسم الأنبا بولا، وبنرسم أسوس باسم بولا، ونرسم أسوس برضو باسم بولا، وفي ناس بيسموا أولادهم باسم بولا. يعني له تأثير على الناس. مجرد الحياة التي عاشوها كان لها تأثير على غيرهم، وهذا الغير هيخش معاهم الملكوت لأنه تأثر بسيرته. الآباء كتاب الروحيات لم يدخلوا وحدهم. واحد زي القديس أغسطينوس، تفتكروا دخل الملكوت وحده؟ ده يدخل الملكوت ومعه كل الذين انتفعوا من كتاب اعترافاته ومن عظاته ومن تأملاته الروحية العميقة ومن دفاعه على الإيمان، عن الإيمان ضد البلاجيين وغيرهم. ذهبي الفم، هل دخل الملكوت وحده؟ دخل ومعه جمهور من الذين تأثروا بعظاته، بل دخل معه كثيرون تأثروا من أقواله حتى بعد وفاته، وما زلنا حتى الآن نتأثر بأقواله. نقول نفس الكلام عن القديس فيلوكسينوس ويعقوب السروج إلى آخره. هناك ناس لم يدخلوا الملكوت وحدهم، مثل المبشرين اللي بشروا في بلاد شعبها من آكلي لحوم البشر، دخلوا وجذبوا ناس للإيمان. في محيط الأسرة لا يظن أحد من الآباء والأمهات أنه هيخش الملكوت وحده. إن ما دخلش عياله معاه يبقى مشكوك في أمره. ليه؟ لأن الكتاب بيقول: لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك. فالأب اللي لا بيقص على أولاده ولا يتكلم به في بيته يكون مدان أمام الله، لا يدخل إلى الملكوت وحده أبدا، لازم ياخد باله من عياله. ولذلك في آية هامة جدا بتقول إيه: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. ما قالش أنا بعبد ربنا، قال لا، أنا وبيتي فنعبد الرب. يخش الواحد الملكوت وبيته يخش معاه. والآية اللي بتقول: ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب
ما قالش أنا لوحدي، أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. فمفروض أن كل أب وكل أم ما يخشوش الملكوت وحدهم، لازم يخشوا ويخش معهم ولادهم بالتعليم أو القدوة. كذلك الأمهات، يوكابد مثلا لم تدخل للملكوت وحدها، دخلت ومعها ابنها موسى النبي وابنها هارون رئيس الكهنة وبنتها مريم النبية أيضا أم قديسة، دخلت الملكوت ومعها عيالها. أم القديس باسيليوس الكبير دخلت معها أولادها، أولادها القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقفة قيصرية كابادوكيا، والقديس غريغوريوس أسقف نيسوس، والقديس بطرس أسقف سباستية، وابنتها مكرينة رئيسة الدير ومرشدة روحية حتى لإخواتها، لم تدخل لوحدها. أكيلا وبريسكيلا لم يدخلوا وحدهم، وإنما معهم الكنيسة التي في بيتهما. وكذلك أم ماري ماركوس كان بيتها أول كنيسة دخلت، والناس اللي بيصلوا معاها. لوئيس وإفنيكي جدة تيموساوس وأمه، اللي قال له بولس الرسول الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي وجد أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، دول أمهات قديسات ولادهم طلعوا من الرسل. القديسة باولا اللي أسس الدير في بيت لحم كان بيشرف عليه القديس جيروم، دخلت ومعها ابنتها يوستوخيوم بقت رئيسة الدير بعدها، هي كانت اترهبنت بعد ترملها. الأم دولاجي دخلت هي وأولادها، الأم رفقة دخلت هي وأولادها، دول كلهم أمثلة عن الذين لم يدخلوا الملكوت وحدهم، إنما دخلوا ومعاهم أولادهم. هو واحد فيكم يفتكر إنه راجل طيب ولا ست طيبة لأنه بيجي الكنيسة وبيعترف وتناول وسايب عياله، أو أم تقول أنا الحمد لله أديت واجبي وربيت عيالي، ده اللي طلع مهندس واللي طلع طبيب واللي طلع محاسب واللي واللي واللي. لا، انت وديتيهم الملكوت ولا لا؟ علمتيهم طريق ربنا ولا لا؟ مش بس الواد نسمنه ونعلمه واكتفينا بكده، دي مش شغل ملكوت، مش شغل ملكوت. هنا علشان البيوت يخشوا الملكوت ومعهم أولادهم لابد من تعليم الأطفال طريق ربنا، دي واحد. تاني حاجة إعطاء القدوة الصالحة في الحياة الروحية لكي يمتصها من والديه. ثالثا نصيحة أقولها لكل الأمهات، الأم تقول أنا أشكر ربنا ابني بيروح مدارس الأحد ومطمئن عليه، ينبغي أن ابنك لما يرجع من مدارس الأحد تسأليه أخدت إيه. كتير أنا أسأل العيال مش عارفين حاجة، ليه مش عارفين حاجة؟ ما اهتموش وهم أثناء درس مدارس الأحد أنهم يستوعبوا الدرس ويحفظوه، وفي البيت محدش سألها. لكن لو الأم قالت للولد خدت ايه النهاردة يا حبيبي في مدرسة الأحد وتلخبط وانكسف ومعرفش، تاني مرة يخلي باله
عشان ما ينكسفش قصاد أمه. فأنتم عليكم ليس فقط تعليم الأولاد وتربيتهم وإعطائهم القدوة الصالحة، إنما أيضا متابعتهم، تتابعوا الأولاد وتلاحظونهم وتشوفوا حكايتهم إيه. لكن تخشوا الملكوت وحديكم تنفعش أبدا أبدا. الكتاب بيقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أيضا الذين لا يدخلون الملكوت وحدهم خدام مدارس الأحد وخدام فصول الشبان وخدام الأسرات الجامعية، هذا إذا كانوا مخلصين حقا في إدخال الناس للملكوت، مش مجرد معرفة لا تؤثر فيهم كثيرا أو قليلا. المعرفة المؤثرة، التعليم المؤثر الذي يحول الناس إلى الحياة الروحية. المسيح بيقول الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة، فمفروض يقولوا العظات بتاعتهم فيها روح وتتحول إلى حياة. كذلك المكرسون والمكرسات دول ما بيخشوش وحدهم، بيخشوا معاهم الذين تعبوا في إدخالهم إلى الملكوت. كذلك الذين يخدمون المعوقين ويخدمون الصم والبكم ويخدمون العميان لا يدخلون الملكوت وحدهم، إنما يدخلوا الناس دول معاهم. كذلك أيضا الإكليريكيين عموما إن كانت لهم خدمة تدخل للملكوت. ساعات الإكليريكي بيفكر إنه بيدرس وياخد معلومات وبس، لا، ده مفروض ان تكون له خدمة ناجحة قوية كإكليريكي، لكن ما يخشش الملكوت بانه ملا مخه كلام. الكلام ده عمل فيه ايه؟ ولذلك في الايام الاولى للإكليريكية او يعني مثلا في فترة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات كان في جمعيات من الإكليريكيين للوعظ والتعليم ولافتقاد القرى والمدن. مثال للإكليريكيين حبيب جرجس. حبيب جرجس لا يدخل الملكوت وحده، إنما يدخل ومعه جميع من تتلمذوا على يديه وفي إكليريكيته من الطلاب والوعاظ والأسوس، ومن تتلمذوا في مدارس الأحد التي أسسها يخشوا معه جمهور، لكن مش داخل لوحده. كذلك الآباء اللي اشتغلوا في التعليم هنا، وأقول لكم ملحوظتين. الأولى، كل واحد منا هو شجرة لابد أن تكون مثمرة، لأن كل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى في النار، مع انها جايز تكون شجره مخضره وحيه، لكن ما دام ما اعطتش ثمر تقطع وتلقى في النار. ولذلك قال السيد المسيح ارسلتكم ليكون لكم ثمر ويدوم ثمركم. هدول اللي يخشوا الملكوت يكون لهم ثمر. فياريت كل واحد فينا يسال نفسه، ما هو ثمري في الملكوت؟
طبعا الست ممكن تقول انا ليا سمر في البيت وفي الطبيخ وفي الغزل. لا لا لا، عايزين ملكوت. ايه سمرك في الملكوت؟ وكل راجل يقول سمري بشتغل وبجيب فلوس، انا عايز اعرف ثمرك في الملكوت. ينبغي ان تكون لكل شخص الشخصية المغناطيسية، شخصية زي المغناطيس تجذب الاخرين كده، تجذب اليها الجميع وتحولهم الى الله. تجذب اليها الجميع وايه؟ وتحولهم الى الله، زي ما كان يوحنا المعمدان بيجذب الناس ويحولهم للمسيح، ويقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. لابد ان يكون لك ثمر ولو نفس واحده، لكن تخش كده من غير اي ثمر ما يدخلكش الملكوت. آية لطيفة في هذا الموضوع هي آخر آية في رسالة يعقوب، يعقوب 25، يقول إيه؟ من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. احنا لينا اعمال كتيرة وانشطة كتيرة ومواهب كتيرة، لكن الملكوت عملنا فيه ايه؟ دخلنا مين للملكوت؟ المسيح صعد للسماء وسابنا احنا اللي ندخل الناس الملكوت. هتقولش يا عم انا مالي، انا رجل علماني ولا انا ست علمانية والحاجات دي شغلة الاسوس والحاجات دي. لا، طب ما خد دم درس احد علمانيين، هم كهنوت، والمكرسين والمكرسات ما هم علمانيين، هم كهنوت، وطلاب الاكليريكية ما هم علمانيين لسه ما بقوش كهنوت. كل انسان عليه واجب، كل انسان عليه واجب، واجب في بناء الملكوت. الملكوت كلنا نبني فيه. لابد ان توجد في الكنيسة عمليات انقاذ، عمليات انقاذ، انقاذ الناس اللي ضايعين واللي هيضيعوا، انقاذ الناس المرتدين واللي ممكن يرتدوا، انقاذ من كل ناحية. ما تقدرش تمر جنب البحر وتلاقي واحد هيغرق وتقول له انا مالي، اذا كنت تقدر تنقذه لابد ان تنقذه. لا تقف ساكتا وتنتقد. في ناس كتير كده شغلانتهم لا يشتغلون اطلاقا في بناء الملكوت، انما كل شغلانتهم انهم ينتقدوا غيرهم. طب وانتوا عملتوا ايه في بناء الملكوت؟ لا شيء. ممكن الواحد ينشر الملكوت عن طريق الوعظ والتعليم والارشاد وعن طريق الصداقات، تصادق واحد وتدخله الملكوت. ايه عملكم مع اصدقائكم؟ فتح الملكوت يأتي ايضا بطريقة البحث عن الضالين وارجاعهم، يأتي ايضا عن طريق تأثيرك الشخصي في البيئة المحيطة بيك. تأثيرك الشخصي، أقصد تأثيرك الروحي في البيئة المحيطة بك، سواء في الدراسة أو في العمل أو في الأنشطة أو حتى في جيرانك. جيرانك إيه تأثيرك فيهم؟ تأثير المثالية، المثالية والقدوة
وتأثير الحب وحل المشاكل والافتقاد والمتابعة، كل دي أشياء لازمة لإدخال الناس الملكوت. نقطة تانية، تسهيل الطريق إلى الملكوت. يعني ما تمسكش واحد وتعقد الدنيا قدامه وتدي له منهج ما يقدرش عليه ولا انت تقدر عليه، لا. ده الرسل في اعمال 15 قالوا لا نثقل على الامم الداخلين حديثا الى الايمان، يكفيهم الامتناع عن الزنا والمخنوق والدم. يعني ادوهم شوية وصايا قالوا لا نثقل عليهم. فانت سهل الطريق امام الناس. والسيد المسيح لام الكتبة والفريسيين لأنهم يحملون الناس أحمالا عسرة الحمل لا يستطيعون هم أن يحركوها بأصابعها. قال لهم أنتم بتغلقوا الملكوت أمام الناس. ولذلك في القداس بنصلي ونقول سهل لنا طريق التقوى، سهلها قصادنا. فعملنا في فتح الملكوت أن نسهل الطريق إليه. وحكاية الملكوت تتلخص في الآتي: القيادة إلى الإيمان، القيادة إلى التوبة، القيادة إلى النمو في الحياة الروحية، القيادة إلى الخدمة. وأمثلتها كتير، يا ريت نعمل كده. لأن القديسين لم يكتفوا بعملهم على الأرض إنما في السماء أيضاً.